كيف حالكم؟ انا رجعت لكم بفيديو جديد على قناتي. فيديو اليوم من اكثر الفيديوهات اللي انا بحب اعملها على قناتي وانتم كمان كثير 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 بتحبوها، انه اجرب سناكات من كل دول العالم. عشان هيك انا حاليا موجوده بتركيا، فجبت معي هذا الكيس الكبير ورح نجربه كله سوا. فجاهزين؟ يلا خلينا نفوت على طول بالفيديو ونبلش. اول اشي معنا اليوم هذا الشيبس، اسمه كلاودي بوب كورن. ما بعرف ليش في شكل غامق وفي بشار احلام العصر في كيس واحد، سو اي ثينك انه بشار بنكهه الكراميل، فخلينا نجربه. هاي شكله من جوا، والله زاكي، حبيت حرفيا طعمه زي اذا انتم عمركم اجيتوا على السينما الاردن، نفس طعم بشار الكراميل تبع الاردن بالضبط، كرنشي وكراميل تبعه كثير زاكي، مو حلو زياده، كثير خرافي، بعطيه 10 من 10. اللي بعده هاد البسكوت محشي شوكولاته، هي شكله ومحشي شوكولاته، مش فاهمه اي كلمه ثانيه. نشوف هذا ايش راح يطلع منه. اوكي طلع لي اخطبوط. هي اسد كمان في سلحفه، يعني بعطيها 6 من 10. بحس في كثير شغلات اسكى لانه هو بسكوت عادي، بس انه كشكل من برا كثير حلو، وانه حفرين صور حيوانات وهيك اجواء، يعني هذا للاطفال بكيفوا عليه. اللي بعده عندنا هاد الويفر، بس المفروض انه فيه 3 طبقات، فخلينا نجربه مع بعض. صراحه شكله زاكي. اوه طلعوا هذا شوكولاته دارك من ورا وشوكولاته بحليب من هون، وبالنص في بسكوت. تعالوا نجرب 1 2. تركيا طلب الصغير لا يتحمل، بس ما جد جد زاكي مو طبيعي. بحب انه الاشي الحلو عندهم مو حلو زياده، فهاي من برا بتستطعمه بمليون طعم، يعني في عندكم الاشي الحلو، في عندكم اشي المر، وبالنص بسكوت. هاي بقيمها برضه 10 من 10، يعني صراحه لهلا السناكات التركيه بتفوز. اوكي شيبس ليز، بس ايش الحلو في الموضوع انه اوكي هذا ليز بس مصنوع في تركيا، يعني بعرف طعم ليز، فبدي اشوف هل بفرق هذا الطعم عن ليز العادي او عن ليز التركي. طعم انا ليز بشكل عام كثير بحبه، هذا الليز نفس طعم الليز اللي بناكله، فيعني 10 من 10، انا كثير بحب ليز اخله ملح. هذا المشروب ببذور الكتان بطعم جوز الهند، صراحة هاي أول مرة في حياتي رح أجرب هذا المشروب، يلا نجرب. ريحته نو ريحته عاطلة، اسمع مش مسترجي أشربه، ما حبيت ريحته بالمرة لحد أقول له أمي، خلص شو بدنا نعمل؟ هذا الفيديو. اسمع مشاعري مختلطة، أنا بحب جوز الهند بس هذا المشروب فيه يعني في 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 تركيبة غلط، فبعطيه 5 من 10. اللي بعده هذا الشيبس يا جماعة عبارة عن شيبس بطعم الذرة. الله ريحته، في ريحة شيبس كثير بتشبهه تشيتوس، نفس الريحة، نشوف هل هو راح يكون نفس الطعم ولا لا. نفسي تدوقوه، هذا أذكى شيبس باكله من فترة كتير طويلة، يعني هذا يفوز بملك الشيبسات بكل سلسلة السناكات، قيمه 1 من 10. اوكي اللي بعده صاحبتي امبارح كنا معزومين عندها على البيت، وقالت لي انه هذا احنا جبنا منه وقررت اعطيك منه تجربي، فرح نجرب شو ما بعرف شو هو صراحة. اي ثينك انه هذا زي راس العبد، لأنه هي في بسكوت تحت برضه نفس الشيء، تعالوا نجرب. اها اسمع نفس الطعم، هي راس العبد بس مصغرة زاكية، بس اكيد ما في اشي بيشبه راس العبد، فبعطيها 7 من 10. عنا هاد البسكوت، بسكوتات صغار المفروض محشية شوكولاتة، بيشبه كتير مالتيزرز، هاي العلبة من جوا. اذا سنوي
سنوي بستي ندوق كات سناي. لا بمزح. لكم ايش الطعمات اللي اكلتها؟ والله سنوي اسكى. ما جربتها يعني ليش تطلع لي زي هيك؟ معكم. المهم الطعم كالاتي: زيرو بتشموها ريحة عجوة التمر، اثنين تاكلوها في طعم قرفة، بعدين في طعم بهارات الكعك، وانا ما بحب تمر الكعك العيد، فهمتوا يعني طعمه سيء. البسكوت بالمرة مش كرنشي، 0/10. اللي بعده عندنا هذا المشروب، هذا عبارة عن مشروب طاقة، يعني نار فبتشرب انت فبتولع فبصير فيك طاقة. صار شوي جماعة هيك في طعم حلو. شفتوا الصوص اللي بيكون حامض وحلو مع بعض؟ سكيتلز سكيتلز سكيتلز، هذا الحلو نفس الطعم كتير زاكي. وجد جد هاد أسكى بشرب طاقة بشرب صراحة لهلا في حياتي. بعطيه 9/10. حبيت أنا لهلا، مبسوطة جدا 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 بالسناكات التركية صراحة. عسل، السناكات عسل. كمان شيبس، الشيبس الثاني. ايوه شكله تربو. تتذكر لما كنا احنا صغار زمان هاي الفيديوهات كثير بتذكرني بايام زمان. والله حاسه حالي ببو، حاسه حالي صف اول والله. بعدين نصير ناكل واحد واحد. ندوق زاكي. انا ما بحب شبس الجبنه بس هذا الطعم صراحه زاكي. 8/10، مش اسكى واحد ولكن زاكي يعني مقبول. اللي بعده اوكي، هذا الاشي كثير مشهور في تركيا، هاي الكانديز اللي زي هيك، الراحة وهاي القصص، وهاي واحد يعني من منتجاتهم، فرح نجربه مع بعض. ما انا هاي الشغلات ما بحبها ولا بحب الراحة، بس عليه جوز هند وانا ايش فيه جوز هند باخده. كل واحد فيه نكهة، فانا رح اخذ اشي لا اصفر ولا برتقالي، انه اصفر ليمون هذا برتقالي، برتقال ما بحب، اخضر تفاح، فرح اخذ سيفست اوبشن اللي هو شو؟ الفراولة. اوكي سو هيك شكلها. هلا طعمها برتقال. انا ما اخذت اللون برتقالي عشان يطلع لي برتقال، طعمه برتقال ليه؟ نوب مش حوالي فاين، فرح طلع بلعها. طعمها كثير زي الراحه وطعمها برتقال على الاخر، فاهمين؟ نو زيرو. اللي بعده يا جماعه منتج جدا جدا غريب، هذا الشيء طلعوا ايش في تحت، بشار، وعاملين منه بسكوت، بسكوت مسطح بالبشار. ما حابة اشربه. لا لا اسوأ اشي باكله في حياتي، استغفر الله يا رب تسامحني. ما بعرف مين هذا الشاطر اللي قرر يخترع اشي زي هيك، ما له طعم وما بقرمش، وكتير فكرة غبية انه بشار يتسطح ويصير زي هيك بسكوت. لا لا سالب 600,000,000,000. ما حبيت. اللي بعده هاي الشوكولاتة، وهاي الشوكولاتة يا جماعة عبارة عن براوني جاهزة عليها شوكولاتة وجاهزة للأكل. طلعوا يعني هاي براوني كاملة وبتيجي معاها شوكولاتة وانتو بتدروها. رح افتح الشوكولاتة وأدرها على البراوني، بنغطس البراوني زي هيك بالشوكولاتة. لا 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 لا، كنت بدي أكل براوني. الله وسخت حالي، وسخت البوت كثير، كنت حابه اجربها. صار خليني اعمل شغله، اجرب اكل من تحت من الطرف اللي هو من هون. اوكي وراح احط شوي من الشوكولاته اللي ما وقعت على الارض. هيها والله زاكي، كثير زاكي، 9/10 يعني عن جد عن جد زي طعم البراوني بالضبط. وراح نجرب هلا اشي بحب اجربه دائما بكل السناكات واللي هو بطل في منتج نجربه، الجامي بيرز او السوس. هذول بحسهم هيك من السوس السوسي حلال. طلعوا عشان كل تعليقاتكم دائما بفيديوهاتي انه صبا المرات تشري. لا هيو حلال. ما احلى شكلها. طلعوا شمي وقع على الارض. ها وقع على الارض. جامي بيرز صغيره. اوكي واحد اثنين. يعطيكم العافية، هذا كان الفيديو اليوم. أنا حبيته. أنت بتاكلي
اجري. شو هاد؟ بلاش يا اخوان، ملهاش طعم. 0/10. Last but not least اللي هو هاي الشوكولاتة اشكم بني زهم. هاي شكلها من جوا. شفتوا لما تشوفوا اعلانات الشوكولاتة والموديل بالاعلام تكون هيك تمام؟ بالضبط هذا اللي صار فيه هلا صراحة، كتير زاكي. ختامها عنبر ومليون اشي حلو، فيها اشي بقرمش بالدم وفيها شوية ملوحة، واكتر ميكس زاكي في الحياة المالح والحلو مع بعض. يعني لما تاكلوا كوكيز وعليها ملح شوي من فوق بعطيها 10/10 صراحة، كتير زاكي الشوكولاتة. طيب يا حبايبي يا حلوين يا اماميد، اشرب الحليب للصحة والقوة، اسأل الطبيب. صراحة كثير حبيت بشكل عام، بشكل عام السناكات التركية حبيتها، وشكرا كثير لكم على انكم حضرتوا هذا الفيديو، بحبكم كثير. هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، بحبكم. خلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك، وبشوفكم على الفيديو الجاي. باي.